أجملها لحظة استعاد فيها اللبنانيون العيش المشتركة، فيقف الشيخ تاليا سورة مريم وآل عمران، ويلقي كاهن بعده من إنجيل لوقا بشارة الملاك جبريل إلى مريم، وتتقاطع ابتهالات مريم من الإنجيل مع الله أكبر من القرآن الكريم. فجمع هذا اللقاء أبناء العائلة اللبنانية على تنوعها من مسلمين ومسيحيين في مشهد لبناني فريد للتعايش المسيحي الإسلامي. هي مئات سنوات عاشها اللبنانيون ب19 طائفة بذلوا التضحية للحفاظ على تنوعهم، وكلما امتدت اليد الخارجية لإسقاط هذه التجربة وما أطولها وأصعبها في الحرب الأهلية، كانت النهاية ابتكار حلول تحافظ على هذه الصيغة، ونتيجة لن يكون لبنان ذا وجه إسلامي ولا وجه مسيحي، بل سيبقى لبنان هو لبنان تتكون هويته من تنوعه. هكذا اختلفوا وهكذا دمروا بعضهم بعضا واقتتلوا، لكنهم وصلوا إلى حقيقة واحدة: الصراع في لبنان لم يكن يوما صراع مذاهب وأديان، بل تجارة طوائف بدت لبرها تجارة رابحة. وها هي الشمس تشرق من جديد وبعد مئات سنين على طبيعة قديمة للتعايش، وعلى كنيسة وجامع تتمازج فيهما الصلوات، في بلد رغم كل ما فعل به أبناؤه سيبقى فخرا لهم في تنوعه، وهو الذي قال فيه يوما البابا بولس الثاني إنه وطن الرسالة. المسيحي يرى كبرا هكذا عند الكثير من المسلمين، انه اذا هو جادلهم بشكل مرير هم يجادلون بالحسنى كما اوصاهم القران. عندهم هيك حياه عائليه فيها شيء جاذب مسلمين، يعني انا يجذبني المسلمون. يجد اللبنانيون متعة عندما يبدأون بتعداد الطوائف في بلدهم، ثمة من لا يتذكر أنها 17، يمثل المسيحيون بينهم 38%، فيهم الموارن والكلدان واللاتين والأرمن والسريان والأرثوذكس والبروتستانت والأشوريون وغيرهم، لكنهم متداخلون في كل شيء حتى في تسميات أبنائهم، وحتى الصميم يحيون حياة واحدة، فالكثير من الأشياء تجمعهم كهموم الحياة وحب العيش، حتى أن الكثير من فناني المسيحيين وجدوا في تقليد سياسيين مسلمين كرئيس البرلمان ضالتهم. دحدة دحدة يا إخوان، دحدة كلنا عرب عرب، لا مسيحي ولا إسلام. سألونا نحن عرب ولا مش عرب، قالوا نحن العرب وهني عرب، يعطيكم العافية. التساؤل عن النظام الأجدى لبلد تعددية الطوائف لم يجد يوما سوى جواب واحد: الديمقراطية التوافقية. وتلعب نماذج فريدة كلجنة الحوار المسيحي الإسلامي والتداخل الطلابي مؤخرا محاولات جادة لإدارة التنوع، وآخر المحاولات سعي رئيس البرلمان الحثيث لتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية. الطائفية في لبنان مكرسة في النفوس قبل النصوص من مئات السنوات، فليس بسحر ساحر نستطيع الانتقال من الحال الطائفي إلى الحال الوطني. منه قرار سهل ولنه عملية سهلة، ولكن لازم نبلش من مكان ما. على أي حال، فالانقسام الديموغرافي شكل عاملا مهما للسياحة الداخلية بين المزارات المسيحية والجوامع، ومعها تمازج مناطقي كمنطقتي النبع والجديد المسلمتين وسط مسيحيين ببيروت، يقابلهما قرية رميش الجنوبية المسيحية بين مسلمين، شواهد قليلة على ضرورة شعور اللبنانيين بأنهم مؤتمنون على هذه الصيغة الفريدة في زمن التحولات المشرقية الكبيرة، فربما استطاعوا أن يكونوا قدوة طالما أن الله لا تختزله طائفة، وطالما أن رحمته أعطيت للجميع دون تفرقة.
بين الجامع والكنيسة هنا احتشد اللبنانيون يوما على اختلافهم. لم يسأل أحدهم إذا كان مسيحيا أو مسلما، فجاءوا رسالة اختلاف كتب سماوية متعددة لا كتابا واحد. لبرنامج مراسلون نيل جورجينا المولى النيل، بيروت.